تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت مدينة جاذبة للسياحة. جاء ذلك خلال تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والوفد المرافق لهم المنطقة الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. وخلال الجولة استمع وزير الاستثمار لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخدمات المقدمة في مهرجان العلمين الجديدة. كما أشاد وزير الاستثمار بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية ومستوى الخدمات في مدينة العلمين. وفي الوقت ذاته تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والوفد المرافق لهم منطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان مدينة العلمين. كما تفقد أيضا وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة منطقة أرض المعارض وعدد من المشروعات الصغيرة على هامش فعاليات المهرجان، حيث أشاد وزير الاستثمار بالحرف اليدوية والتراثية بأرض المعارض في مدينة العلمين الجديدة. وأجرى وزير الاستثمار حوارا مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي خلال تفقده منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة. كما تفقد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والوفد المرافق لهم المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين. وأشاد وزير الاستثمار بالمنطقة الشاطئية لذوي الهمم على هامش مهرجان العلمين الجديدة.